كول سلو محتاجين كرنب ابيض متقطع شرايح بالطول، عايزين كمان معاه كرنب احمر برضو مقطعينه شرايح بالطول، وعندنا جزر مبشور، وعندنا ربع كوبايه من السكر، وعندنا مايونيز، وعندنا ملح والمقادير تاني. يلا بينا. الكول سلو يا اصحابي كرنب ابيض مقطع شرايح بالطول، وكرنب احمر مقطع شرايح بالطول، او ممكن واحد من الاثنين برضو يشبه اسمها صح كده، وجزر مبشور وربع كوبايه سكر مايونيز وملح عشان نظبط الطعم. اه بالظبط. ريحه الناجتس بصراحه رهيبه، حلوه جدا رهيبة. صح. طيب ايدك شايف اسماء الله، حد بيبص عليها اصحابي ولا حاجه؟ ايدك يا ليلو، حد بيبص عليا؟ اكل حته. بصوا هنحط الكرومب الالوان بالشكل ده كده. ايوه اهو، جيب معلقه. ايوه ممكن بس نشيل الحتت الكبيره دي، نحط الحتت الصغيره خلاص. وبعد كده المفروض بقى ليلو نعمل ايه؟ نحط عليه كمان الجزر المبشور. هتقلب، حط كده. يلا بينا. ممكن نقلب بايدينا؟ اه ممكن، لان هو لسه احنا ما حطيناش ولا دريسنج ولا اي حاجه، احنا لابسين جزر جميل جلوفز كده، فممكن. شايفين يا اصحابي اهو تقلب ازاي؟ الوان جميله جدا اهو كده، الوان الطيف شايفين؟ خلاص. وهنبدا بقى نحط شويه سكر، ربع معلقه ده يعني ربع كوبايه، يعني معلقتين كبار يعني. تمام، معلقتين كبار من السكر. السكر طعمه بيبقى جميل جدا مع الكول سلو. بالظبط كده. هنجيب بالنا ان في ناجتس في الزيت. ها ايوه، نجيب الملح، نحط كده شويه ملح. رجع احط ملح ولا خلاص؟ تمام تمام اهو بالشكل ده. فالملح عادل عندي السكر، يعني مش هيبقى طعمه مسكر قوي. بعدين المايونيز. بعد كده المايونيز. طب واللي ما بيحبش مايونيز ممكن يحط ايه؟ ممكن نحط على فكره جبنه كريمي لو حابين تغيير عن المايونيز. احنا كنا عاملين كمان المايونيز في البيت مره، فتقدروا برضو تاخدوا الوصفه بتاعه المايونيز البيتي اللي احنا كنا عاملينها، شفتها، وتقدروا تعملوها في البيت. واحسن حاجه الحاجه اللي احنا بنشتريها من بره جيب اسماء تتعمل في البيت، يعني ممكن عندنا الاختيارات اللي احنا نعملها في البيت بالطريقه اللي احنا عملناها قبل كده. بصوا هبدا بقى اطلع الناجتس. الناجتس هتطلع عندك. ايوه، ريحه جميله 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 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وارجع تاني لازم اقول وانبه لكل ماما لما تعمل الاكل في البيت تبعت بسرعه التطبيق بسرعه، وبخصوصا اكلات الاطفال. انا عايزه برضو اقول حاجه للناس، لو مثلا طلعتي الناجتس وانت كنت معليه الزيت قوي وحسيها تحرق واضطريتي تطلعيها تمام، ولقيتيها من جوه مش مستويه، حلها ايه؟ ان انت برضو ممكن تدخليها في صاج في الفرن وتوطي عليه، تتاكدي لحد ما الفراخ عندك تستوي. فده حل جميلة. بدل ما ترجعيه الزيت تاني. فده برضو جميله جدا. انا اشوف اسماء صح بالظبط، بدل ما نرجعه الزيت تاني يا ليلو. لكن لو بالطريقه اللي انا قلت عليها دي هتستوي الفراخ من جوه وهتبقى حلوه جدا. المهم نبططها، ما تبقاش منفوخه معانا، عشان تبقى شبه الكوره بالظبط، عشان نبقى متاكدين ان هي استوت. انا خلاص قلبت الكول سلو. هجيب لك بقى انا الملون الجميل ده. الكولسلو بقى من الحاجات اللي احنا لو سبناها تبات كمان في الثلاجه او كام ساعه، كل الكلام ده هيبقى هيتقلب صوص حلو جدا يعني. فبرضو هتبقى من الوصفات الحلوه قوي، يعني ما تتاكلش في ساعتها. الكولسلو مستنى عليك ساعتين ثلاثه يبات في الثلاجه، بيبقى حلو جدا. بالعكس ده بيبقى احلى. المايونيز بقى مع السكر مع الكلام ده كله هينزل كل الميه اللي فيه، والصوص اللي فيه بيبقى حلو جدا. وفي نوع كمان من الاكلات لما بيبات بيبقى طعمها احلى، ده الكولسلو من الحاجات دي بصراحه. حد تاني بيحب اكله تكون بايته اهو؟ سلام. بصوا يعني بيبقى في بقى صوص اكتر من كده لو ماتت. اه بالظبط، او قعدنا سبناها، يعني لو سبناها كمان ساعتين ولا حاجه هنلاقي كل ده بقى صوص. فما تستغربوش ان هي مثلا دلوقتي هتحسوا ان هي ناشفه وتفضلوا تزودوا في المايونيز، لا، وبرده موفره، هينزل صوص معانا هيبقى صوص حلو جدا، وبرده موفره. كلفتنا قد ايه؟ يعني برده رخيصه، احسن من نشتريها من بره. اه هنبدا كده. تمام، شبه المركب بالظبط كده، شبه المركب. ناجتس جميل، وكول سلو جميل، والرز جميل جدا. ممكن نحط الناجتس دي هنا.